نعم. فضيلة الشيخ، ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قابل الأنبياء في السماء في حديث الإسراء، هذا بعد في المعراج، وهذا بعد موته صلوات الله وسلامه عليه. فهل نقول أن إلا عيسى؟ نعم. إلا عيسى. نعم. فهل نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته أنه في السماء الآن لمنزلته عليه الصلاة والسلام؟ لأن بعض أهل العلم يرى بضعف حديث أن الأرض حرمت أن تأكل أجساد الأنبياء. فما رأيكم؟ رأينا أن نقف في أمور الغيب على ما جاء به النص ولا نبحث، وهذا من التعمق والتنطع. البحث في أمور الغيب غلط، غلط عظيم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قابل الأنبياء في السماوات وسلم عليهم وردوا عليه السلام ورحبوا به وصلى بهم أيضا في بيت المقدس، وأخبر أن الأرض حرم الله عليها أن تأكل أجساد الأنبياء. فنقف على هذا. فأما جسد الرسول عليه الصلاة والسلام فلا شك أنه في الأرض، وكذلك أجساد الأنبياء. وأما أرواحهم فالله عز وجل قال في الشهداء إنهم أحياء عند ربهم مرزقون، والأنبياء أفضل من الشهداء. لكن مع ذلك نسكت كما سكت الله ورسوله. وإياك في أمور الغيب أن تحاول أن تتقدم ولا خطوة واحدة على ما جاء به النص، لا في هذا الأمر ولا في أسماء الله وصفاته، لأن الزلة عظيمة. والصحابة رضي الله عنهم أشد منا حرصاً على العلم، وعندهم من هو أعلم منا، الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لا يسألون عن مثال الأمور. أنت عليك بما يختص بك، ما الذي يجب عليه اعتقاده، ما الذي يجب عليه فعله من طهارة وصلاة وزكاة وغيرها. نعم. لا يطمئن هذا. أنا ما وجدت طمأنينة أكثر من الوقوف على ما ورد في أمور الغيب، ولا نبحث وراءه. نعم.